السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم 10 أسرار عن المنطقة 51 في أمريكا. المنطقة 51 نسمع عنها بكلمات من الغموض، وإن بحثت على الإنترنت سوف تجد معلومات مبهمة عن ذلك المكان. قد يشبع فضولك هذا الفيديو إن كنت من محبي الأسرار. احبسوا الأنفاس، سوف نبدأ بكشف بعض أسرار المنطقة 51 بأمريكا. الموقع: لم يتمكن أي شخص من معرفة المكان الحقيقي لها حتى عام 2013 إلى أن تم اكتشافها، وتوجد على بعد 38 ميلاً شمال غرب لاس فيغاس، وهذا المكان محاط بالوحدات العسكرية لإبقاء الناس بعيداً عن هذا المكان، ويوجد بداخله مجموعة كبيرة من المفاعلات النووية. القناصة: على حدود المنطقة يوجد مجموعة كبيرة من القناصين. الغريب أن لديهم تصريح بقتل أي شيء يتحرك بالقرب من المنطقة دون الرجوع إلى الأوامر، سواء كان ذلك الشيء حيوان أم إنسان. المزيد من الأمان: إن حدث وتخطيت القناصة فمن المستحيل الوصول إلى المنطقة سيرا على قدميك، وإن حدث ذلك لن تنجو من الطائرات التي تمسح المنطقة ذهابا وإيابا ليلا ونهارا، والتي لا تتفاهم معك لأنها آلية قتل. أما إن كنت تريد التحليق فوقها فسوف تكون طائرة F-16 بانتظارك. طائرة يوتيوب: هي طائرة مهمتها الأساسية مسح المكان بصورة دورية في عملية مستمرة دائما. تقوم بجمع المعلومات عن أي شيء يتحرك داخل أو بالقرب من المنطقة. طائرة السيل: مخصصة للحماية البرية وزيادة التأمين، مدعمة بحقل راداري قوي جدا يمكنها من تعقب أي هدف وتدميره
بشكل سريع جدا. إلى الآن لم يتم التصريح عن مادة صنع هذه الطائرة أو أي معلومات عنها. الكتاب الأزرق. ربما سمعت عن بعض الأطباق الطائرة التي هبطت على الأرض. هذه الوثائق المسمى بالكتاب الأزرق تحوي كل المعلومات التي تخص هذه القضية. ولكن لو أن الكائنات الفضائية اقتربت من الأرض، لما لم تهاجم من قبل الطائرات؟ الطبق الطائر. التقطت امرأة هذه الصورة في ثوان لشاحنة تحمل هذا الطبق الكبير والذي يبدو كصحن فضائي. هذه هي أعقد القضايا إلى الآن. هل هذا الطبق حقيقي أم أنها مجرد صورة؟ هبوط الطبق الطائر. هذه أيضا من القضايا الحساسة جدا بهذا الشأن، وهذه الصورة تكشف بشكل واضح عن هبوط طبق طائر في المنطقة 51. السفر عبر الزمن. أشيع قول بأن داخل المنطقة 51 يوجد جهاز يمكنك من السفر عبر الزمن. هل هذا حقيقي أم أنها خدعة ما؟ ماذا يخبئون؟ هذه صور توضيحية من جوجل، ولكن إن حاولت أن تأتي بالمؤشر على أي جزء في المنطقة فلن تظهر لك المعلومات المعتادة. بالقرب أكثر سوف تجد أن معظمها أماكن لتواجد الطائرات أو مباني لا تعرف وظائفها. لا تظهر المنطقة 51 بالكامل على جوجل، وذلك بسبب أن ما تراه ما هو إلا محض تمويه للمؤسسة الحقيقية التي تقبع تحت الأرض. هذا
هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.